تولى أكليمندوس الثامن الكنيسة الكاثوليكية، وكان القضاء على الدولة العثمانية من أبرز أحلامه التي عجز طوال حياته عن تحقيقها رغم سعيه الجاد إليها. فقد بدأ البابا فور تنصيبه بمحاربة العثمانيين، وأرسل إلى مختلف بلاد الشرق عدداً كبيراً من دعاته لتحريض المسيحيين على الثورة ضد الدولة. لم يكتفي البابا بتحريض ملوك وحكام أوروبا، بل حاول نشر الفتنة داخلها عن طريق محاولته لشراء ولاء واحد من أعظم رجالها. كان سنان باشا مسيحياً من الطليان، وقع في أسر الأتراك فأسلم، وبعدها تم إدماجه في الحياة العثمانية إلى أن صار واحداً من أهم رجال الدولة. فبذل البابا محاولات مضنية لإعادته إلى المسيحية، وأرسل إليه الراهبين اليسوعيين لإقناعه بالعودة إلى المسيحية والثورة على الدولة العثمانية. ووضع البابا خطة خيالية، على ضوئها أرسل يلتمس من ملك إسبانيا التعاون على إسقاط الدولة العثمانية التي سيقوم سنان بالثورة عليها بعد عودته إلى أحضان الكنيسة الكاثوليكية، وراح يحلم بأن تعتلي أسرة مسيحية عرش الإستانة، وأن يجبر المسلمين العثمانيين على هجر الإسلام واعتناق المسيحية. بعث البابا كتابين إلى سنان، وعده فيهما أن يكون ملكاً على الولايات العثمانية التي يفتحها، ودعاه إلى التبرؤ من الدين الإسلامي أمام الملأ. لكن محاولات البابا لاستمالة سنان باشا باءت كلها بالفشل، فقد ظل الأخير وفياً للدولة العثمانية، ومات كمداً لتلقيه الهزيمة في معركة ضد الشاهي عباس الصفوي. أما البابا فقد ذهبت كل محاولاته لتقسيم الدولة العثمانية أدراج الرياح، ومات قبل سنان باشا بتسعة أشهر، لتموت معه واحدة من المحاولات الفاشلة في القضاء على الدولة العثمانية وتحويل أهلها إلى المسيحية.